الاسم والنسبة وسام حشيش، اسم الأم سهام، اسم الأب جهاد، مكان وتاريخ الولادة درعا، مكان الانتساب تاريخ الانتساب 2019، مكان وتاريخ الاستشهاد سنة كانية 12/10/2019. الشهداء هم من أوقدوا مشعلة الانتفاضات. اسم الشهيد وسام جهاد حشيش من منطقة درعا من قرية العجمي. اسم والدته سهام، اسم أبوه جهاد. الشهيد وسام نزح من درعا عشام بسبب الظروف صارت والأحداث، نزح لهونيك بعد فترة أزمة كان بالشام، اجا على روجافا لهون. طبعا اجا لهون عم يشتغل أعمال حرة، بتعرف انت يعني أعماله بالغنم بالعمار بالشغلات هاي، مستوى الدراسي ابتدائي طبعا، كان ابتدائي والاعمال كان حرة والله، كان يروح على لبنان يروح يشتغل عامل حر هو الزلمة، تعرفنا عليه نحن هونيك في المنطقة طبعا. واخوانه في عنده 4 اخوان، هو الخامس، ابوه واخوان 2 ضربتهم الطيارة توفوا كمان بهالاحداث، طيارة النظام السوري طبعا. وفي عنده اخو هلا معوق بالشام، عم مرات يشتغل هيك اللي يقدر عليه. في عنده اخو صغير مع امه واخوات 2 بدرعا، وضعهم يعني هلا عاديين، مو هذيك العيل تعرف انت يعني فلاليح فلاحين على البقرة على الشغلة على الشجرة على هاي، عايشين مدبرين حالهم. هو هون كمان مثل ما قلت لك يعني كان شغله بالشغلات هال عمار وما عمار واستراحة غنم وشغلات، بعدين صار معنا مع الشباب. والله هو صديقي واخوي، مو بس صديق يعني، صديق واخ والله. اخلاقه بالنسبة صار له هون 7 سنين في هالمنطقة، لا كبير ولا صغير الكل يحبه، الكل يحبه بشكل يعني ما في عنده مشاكل مع العالم، ما في عنده الحمد لله، زلمة كويس بشغله، ما هو يعني ما له دخل بالشغلات اللي ما تعني يعني زلمة، ايش قد ما تقول كان كويس الله يرحمه. طبعا هو استشهد، ما نقول الله يرحمه ان شاء الله. وبالنسبة هون عنده هو 3 اولاد من عيلته، 3 اولاد وبنت، هو زوج اختي ساكن هون، هو بجابرية، صار له 7 سنين في هالمنطقة هاي، كان بشناقشيق ما شناقشيق، واخر شيء اجى لهون على الجابرية سكن هون ويشتغل بعمودة، يشتغل وين ما في شغل يروح، لا ما مو مطلوب لحدا ومو ما هو خايف الزلمه، ما يشتغل اخر شيء يعني مثل ما قلت فات بهال بين الشباب، كان بعموده سكن فتره، احنا سكننا زاد بعموده اشتغل غالي، فات بين الشباب لحتى سبحان الله تعالى استشهد براس العين هالاحداث الاخيره طبعا هالاحتلال التركي هذا اللي فات علينا، اللي ما خاف الله. والله كان يتاسف كثير على الشغلات، مثلا يسمع منطقه صار هيك، وهو يعني من مثل ما اقول اجى من قلب الحدث، من ظلم النظام والشغلات وهاي، فطلع من هنيك طلع خايف على اولاده وعلى عيلته، هرب فيهم لهون حتى يعني على الطريق تبهدل كثير لحتى وصل لهون. ويعني كان على طول يقول يعني لا حول ولا قوه، يصير كذا عم يصير، عم تفجير عم يصير، تدمير عم يصير، هاي ما يخافوا الله ما يعني، لحتى وهو كان كمان عسكري يقول انا درب الشهاده مشيت فيه، كان يقول هيك كمان انا مشيت بدرب الشهاده، لا ارجع، بدي اقدم ما ارجع. قل له لا تروح الدوره مثلا، خلص خليك عسكري، قل لا انا ما في، وين في دوره وين في جبهه وين في هاي، انا بدي اشارك.
مثلي مثل زملائي كمان الأقدم مني. أنا ما صار لي سنة طبعا بهل، بس كان يحب بدلته كتير، ما كان عنده فعلا، كان عنده طريق شيء ما مو طبيعي يعني. أنا يعني اليوم نحن كلياتنا عساكر هاي، بس مثله أنا ما شفته، ما صار له سنة كثير تأقلم مع الجو هاي. قال مثل ما كمان هم عم يحموني وأنا نايم بيتي، أنا كمان بدي أحميهم وهم نايمين بيوتهم. مو الناس شايلة بواريد واقفة على الحواجز ونحن والله تحت الصوبة يعني. على طول كان يقول هالكلمات هاي لما يصير مناقشات. بالنسبة لشهادته نحن مرفعين راسنا بشهادته هاي واحدة، بس قصة الحزن هاي ما تروح من عائلته فقط أكثر شيء، ومن رفقاته ذو المغربيين له يعني ما تصور. كل يعني كنا أول نسهر ونقعد ونحكي، هلا بكل سهرة يعني تحسنا لسه يعني كانوا هلا جانا خبر، وعم كل ما يجي سيرته نحزن زيادة. مو يعني أنا ورفقاته على طول نقعد مع بعض، كوني أنا أكثر شيء ناس مقرب له كنت أجي يعني بال يعني مرات أنا وياه نصطف إجازة كاملة أنا وياه سوا مع بعض، نجي إجازة واحدة. يعني هو من العالم مثل ما تقول، مش من قد ما يخلي واحد يحبه هاي، والله ما في واحد مو حزن عليه هون بالرفقاته يعني. قص الحزن هاي ما تروح، ومرفوعين الراس كمان بشهادته هاي، والله يرحم كل الشهداء. والله بس صفاته زين، يحب عمله، يحب أولاده، يحب قرايبينه الحوالي، الكل تحبه يعني. يعني دائما يحب العمل، يحب ما يحب المضرات لحدا، هاي اللي عرفته عنه. إيه زلمة يعني متواضع، زلمة يحب ساوية مثل ما تقول، نظام يا زلمة، ما عنده هيك هيك. أنا يعني فترات يعني ظليت معه، مو كل طبعا الأمور اللي قضيتها معه، ولكن هذا اللي عارفه عنه يعني. زلمة والله كويس محبوب، ما عنده مشاكل، ما عنده شغلات يعني غير عند حدا، ومحبوب وتشتا يعني مثل ما تقول. الله يرحمه ويرحم الشهداء. أنا يعني خال الحرمة جيت اليوم طبعا من الحسكة، قلنا نسلم عليهم زاد. تعرفت أنا زوجة الشهيد وسام جهاد حشيش، تعرفنا على بعضنا بلبنان من 2009 تقريبا. تعرفنا على بعض وجينا هون على الشام وتزوجنا، قعدنا فترة عند أهله، وبعدين جينا استغرينا بالشام، كل شغله صار بالشام، يشتغل عامل، والحمد لله صاروا لنا أولاد، صاروا لنا 4 أولاد، 3 أولاد وبنت، وحياتنا كثير كانت كويسة والحمد لله مبسوطين وعايشين بألف خير ونعمة الحمد لله رب العالمين. وبعدين صارت هالأزمة بأيام بهالشام، وقررنا نجي لهون يعني ننزح لهون، ما قدرنا نروح لعد أهليته هناك بدرعا، كان التواصل بيناتنا يعني ضعيف مو كثير التواصل بيناتنا ودي. ويجينا لهون عد أهلي، استغرينا بهالمنطقة، صارنا 7 سنين هون. يشتغل يحب عمله وشغله، كثير كان طيوب حنون، كثير كان يحب الأولاد كثير مو شوي. إيه والحمد لله صارنا 7 سنين هون، وبعدين قرر يتطوع مع الحزب، يقول أنا نايم ومبسوط وغيري قاعد يستشهد تحت المطر وتحت الشمس وتحت الضرب. الحمد لله طوع الحمد لله، كل فكره وباله، ما طوع على غاية مشان راتب أو مشان شيء أبدا. يقول أنا طوع مشان أساند ربعي، أنا صار لي 7 سنين هون وقاعد أشوف العالم يتقتلون ويتقطعون وناس محروقة وناس هيك. أنا بالبداية ما كنت حاب إنه يتطوع، إحنا لاجئين ومحنا من المنطقة، وهو غريب فعلا غريب. الحمد لله وبتطوع والحمد لله صار بهالحزب، صار له سنة يعني كم شهر، وكثير يعني تغيرت حياته كثير هيش يعني صار عنده طموح، كان يطمح لشغلات كثيرة، انه يشيل سلاح وانه يحرر المنطقة وانه هيش يساند ربعه، وانه كان كثير يعني. والحمد لله
كان كثير والله هادي وطيب وحنون وكل الأهالي تحبه، ما في حدا هون يعني ما يحبه. الاسم والنسبة وسام حشيش، اسم الأم سهام، اسم الأب جهاد، مكان وتاريخ الولادة درعا، مكان الانتساب تاريخ الانتساب 2019، مكان وتاريخ الاستشهاد سنة كانية 12/10/2019. الشهداء هم من أوقدوا مشعلة الانتفاضات.